المنطقة الصناعية بغردايا تعد الشريان الاقتصادي للولاية بمؤسسات رائدة ومنتجات ذات جودة تساهم في تغطية السوق الوطنية رغم بعض المشاكل والعراقيل. في التموين احنا عندنا مشكل، عندنا مؤسسة تخدم الحديد ولكن مالوريزمون بور لو مومون هذه المؤسسة ماهيش تسوق في المنتوج تاعها في الجزائر. تخلينا احنا لان عندنا صناعه ورانا نخدموا كذا والنشاط صناعي تخلينا بدون مواد اوليه وساعات راح تصدر فيها. قدمنا له اقتراحات في تعديل بعض القانون 84 55 من اخدم كاترفانكات 84 1984 والقانون للبيئه ويعني بعض امتيازات وخاصه للجنوب. المركبات السياحية والمناطق الفلاحية تشهد توسعا وتطورا ملحوظا ما يلزم مرافقة المستثمرين والاهتمام الخاص بهم. طلبنا منه باه يسهلونا في الشرط الفاسخ نتاعنا باه نقدروا نحصلوا على دعم والله تكون ملكية نتاعنا اللي نقدروا نمشيوا في طريقنا للأمام. التحفة المعمارية تفيلالت من بين التوسعات العمرانية النموذجية الأصيلة. بعد معاناة وسنوات طويلة من الانتظار استفاد اليوم سكانها من الدفاتر العقارية. نهار كبير جدا في حياتي أنا شخصيا لخطر كنت قلت بالكش ما نعيش حتى اليوم هدايا باش المواطنين يديوا العقود نتاعهم. حققت الأمنية نتاعنا ونشكر كل من قدم العون في استلام هذه العقود. زيارة جد مهمة ومثمرة للغاية باعتبارنا اكتشفنا قدرات جد عالية تتماشى وما يريده السيد رئيس الجمهورية للجزائر الجديدة وما يريده وما ينتظره المواطن. هنا وهناك يعني مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين كلهم شجاعة وكلهم عمل دؤوب. المهم تاعنا اساسا هو تبسيط الاجراءات، هو رفع الغبن عن المواطنين، هو ابعادهم عن الحقرة، عن التهميش. المستثمرون بغردايا يتطلعون نحو مزيد من التسهيلات ورفع العراقيل أمامهم خاصة وولايتهم تتوفر على كل المؤهلات في مجال الصناعة والفلاحة والسياحة.